مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بدات موريتانيا مشروعها الكبير على مستوى حدودها الشماليه مع المغرب حيث صادقت حكومه نواكشوط على مشروع مرسوم يقضي بانشاء منطقه دفاع حساسه شمال البلاد بمحاذاه الحدود المغربيه واعتبرت السلطات الموريتانيه ان المنطقه المعنيه بهذا المشروع خاليه او غير ماهوله وقد تشكل اماكن للعبور بالنسبه للارهابيين ومهربي المخدرات وجماعه الجريمه المنظمه ويأتي هذا المشروع بعد أسابيع من تسلل قطاع الطرق إلى منطقة القرقارات العازلة عبر الحدود الموريتانية ويحدد مشروع المرسوم وفق ما يوضحه بيان عن اجتماع المجلس الحكومي نشرته الوكاله الموريتانيه للانباء احداثيات المعالم البريه التي تجسد حدود هذه المنطقه التي تقع في الشمال وتعتبر خاليه او غير ماهوله وقد تشكل اماكن للعبور بالنسبه للارهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمه المنظمه واعتبر متتبعون أن موريتانيا تحاول من خلال تشييد منطقة دفاع في شمال البلاد سد المنافذ البرية التي تستغلها البوليساريو للوصول إلى المناطق العازلة، وهي منطقة تشكل مطمعاً للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة وتحاول نواكشوط تفادي أي اصطدام مع الموالين لجبهة البوليساريو وهو ما دفعها إلى تأمين المنطقة الخالية المتواجدة بين حدودها الشمالية والحدود المغربية وتسد بالتالي الطريق على قطاع الطرق الذين كانوا يستغلون شساعة الأراضي الموريتانية الخالية من أي مراقبة للوصول إلى الجرقارات ويسعى المغرب وموريتانيا إلى رفع تعاونهما وتقوية تدابير المراقبة الأمنية بخصوص المعبر البري الحدود المشترك القرقارات بالإضافة إلى وضع آليات تعاون ثنائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة في هذه البؤرة المتوترة من الصحراء نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب